each direction for the exclusive use of moving traffic. إذن هو الطرق السريعة تعتبر تتقسم بأكثر من two لين يكون عليها مسيطر الكنترول أكسس كليته مسيطر عليها والحركة به مسيطر عليها ويكون عدد الممرات مالته تزداد عن 2 مرات تصل إلى 5 أو 7 يتقسم إلى 3 أقسام اللي freeway facilities free composite 3 element اللي هو رقم 1 هنا يعتبر basic free flow section هذا والويفنج هذه منطقة الويفنج ويفنج اريا والرامب جكشن اللي هي هاي مناطق الصعود والنزول اللي هي هذه مناطق الثالثة اذا البيسك هذا الاول والويفنج اريا هاي النقاط اللي يصير بها دخول وخروج والرامب جكشن هي هاي النقاط اللي فيها ايضا صعود ونزول هاي 3 أجزاء يتقسم بالفريوي The basic freeway section is outside of the influence area of ramp or weaving area of highway. إذن هذا basic يعتبر هو خارج تأثير النقاط الدخول والخروج بالرامب وبحالة weaving area. هذا basic. The condition مالته basic condition أيضا به بعض الشروط اللين مالته يكون لينز يكون مالته 3.6 متر العرض مالته 3.6 متر او اعرض كل لين lateral clearance between edge of right lane obstacle 1.8 متر all passenger car with traffic stream كلها بالurban freeway 5 لين يكون حالة الurban in each direction بكل اتجاه يكون 5 ممرات والانترتشينج سبيسينج تقريبا 3 كيلومتر عندك كل 3 كيلومتر تقريبا او اكثر هاي تعتبر كلها بيسك ليفل تيرن جريد 2% والدرايفر بوبوليشن كومبوزيت برايمرلي اوف ريجولار يوزرز تعتبر منتظم في الفاسيلتيز اذا هاي 7 شروط تعتبر شروط يعني مثاليه تقريبا احنا المهم على عندنا العرض عندنا والانترتشينج سبيسنج يعني مرات نقدر نحصل عليها او ما نقدر نحصل عليها الاداء مالته ايضا نفس الفكره الموجوده بالتولين ايضا بليفل اوف سيرفيس اي بي سي دي اي اف فبالاي يكون فري فلو ايضا هذا الاي والبي ريزونبل فري فلو يكون والسي تقريبا تقترب السبيد تقترب من الفري فلو سبيد وبالدي يكون انكريزنج فلو تزداد بعدد المركبات ودائما بالاي والاف تبدا المشاكل اوبريتنج نير تقريبا الكباسيتي هنا البريك داون راح يصير في عندك توقف تقريبا بريك داون بالاف فهذا مستوى الاداء والخدمه ب الفريوي وهنا هاي الصوره شوي اوضح تكون هنا شوف الاي تقريبا فري البي قريب على فري والكباسيتي السي صار ب شويه يعني اكثر عدد المركبات البي اقترب من الكباسيتي والاي والاف راح الاف هنا صار ببريك داون تقريبا او توقف هنا بحساباتنا اذا نريد نقدر نعرف شلون صار عندك شنو الفلو ريت وعندك الافرج باسنجر كار سبيد فهنا السرعه عندك وهنا عندك ايضا هذا الخط الوسطي اللي يربط ما بين هذا المنحني والقيم هي الدنسيتي اللي هي هنا مثلا 7 باسنجر كار لكل كيلومتر لكل لين حاله الاي 7 الدنسيتي تكون حاله 28 باسنجر كار لكل كيلومتر لكل لين بحالة الإي فدائما عندك هنا العلاقة ما بين الفلو ريت هذا الفي بي الباسنجر كار بير اور بير لين هذا الفلو ريت وما بين السرعة اللي هو الإس
ما بيناتهم نستخرج الدنسيتي. ذن المحددات الثلاثة من عندهم نقدر نستخرج أي قيمة لل أو level of surface للسكشن الموجود عندك. إذا ذن ثلاث محددات والحجوم الفلوريت الموجودة عندك والسرعة تتقاطع وياها هذا لنا الفيجر وأيضا أكو إلى تيبل وبيناتهم هي الدنسيتي. نقدر هذا الفيجر نستخدمه ونقدر أكو تيبل هنا سرعة نشوفه هنا تيبل عندنا هذا تيبل نفس الفكرة هنا حالة الفري فلو سبيد جيل عندك 120 إلى 90 وش قد عندك الكرايتيريا الدنسيتي ايش قد عندك تجي هنا على الدنسيتي ايش قد عندك والماكسيموم سيرفيس فلو ريت هذه القيمه مالته من ذني ثلاث قيم نقدر نستخرج السرعه والدنسيتي والفلو نقدر نستخرج ليفل اوف سيرفيس اذا كان اي او بي او سي او دي او اي هي هذه الفكره هذا التيبل هو نفسه الفيجر هذا هنا نجي الحسابات مالتنا الحسابات اول مره نفس الفكره سوى ادجستمنت للفلوريد بس هنا الفرق مالته الادجستمنت للفلوريد عندك الفوليوم ايش قد قسمه على البيك اور فاكتور هنا الفرق بس الان عن التولين عدد اللينات الموجوده عندك بالدايركشن والهيفي فيكل نفسه وعندك ادجستمنت اخر ودرايفر ريليشن ادجستمنت مرات تستخدمه واحد بالاربن هذا تستخدمه واحد بالاربن او تستخدمه 0.85 برولر هذا الفاكتور الادجستمنت للبوبوليشن درايفر هذا الاف الهيفي فيكل نفس الفكره تسوي الادجستمنت والنمبر اوف لين ان وان دايركشن هذا هنا ايش قد عندك بالدايركشن الواحد لكل دايركشن عدد الان يوضع في الدايركشن عندك خمسة تخلي خمسة ثلاثة تخلي ثلاثة وهكذا فعندك الحجوم الكلية بالأور اللي هنا vehicle per hour هنا راح يطلع لك الباسنجر كار equivalent flow rate وهذا أكثر شيء نستخدمه بالباسنجر كار مو بالفيكل بالباسنجر كار يكون بالفي بي حول adjustment هاي أول معادلة بعدها هاي المعادلة نفسها هنا بالheavy vehicle سوي adjustment ايضا percent of track ايش قد الاي تراك التيبل هنا عندك سي 7 او سي 8 او سي 9 و percent of regression ايش قد والاي regression ايضا ناقصا واحد سوي adjustment للheavy vehicle هنا الحاله هاي الاي تراك مثلا هنا التيبل مثلا شلون ايش قد نسبه التراك عندك حالة الليفلينج أو رولينج أو الماونتين دائما يصير بالليفلينج 1.5 بتراك والإي ريجريشن 1.2 بس بحالة الليفلينج تأثير قليل يعتبر جدا مقارنة بالماونتين شوف يصير للأربعة ونص أو الأربعة فيزداد التأثير كل شوية بحالة تغير طبيعة الأرض هنا الاكوفلنت تراك اند باس سبيسيفيك جريد حسب الجريد مالتك ايضا نفس الحاله اذا عندك تغير بالجريد من 2 من اقل من 2 الى 6 هنا اذا كان اقل من 2 ما عندك بيه مشكله ايش قد ما يكون الطول مال المقطع ما عندك كله 1.5 ماكو ذاك التاثير بس هنا من يتغير من 2 ل 3 حسب الاطوال الموجوده عندك راح تطلع القيم مالتك واذا 6 يكون التاثير مالتك كلش عالي شوف يوصل الى 4 وهنا بحالة إذا 2 passenger of track النسبة ما تتوصل إلى 7 فالتأثير كل حالة بحالتها هنا أيضا equivalent هذا التيبل لل specific upgrade package chain لل specific أيضا لل track وال pass هنا المن لل regression vehicle هنا عندك هذا الداون ذاك كان كله upgrade هنا بالداون النزول راح يكون أيضا نفس الحالة أقل من أربعة هنا صار عندك كان هناك اثنين من أقل من أربعة أيضا واحد ونص بس إذا صار أكثر من ستة وصل أيضا من سبعة ونص إلى أربعة ونص في التأثير كل شوي حسب الجريد القيمة الثانية اللي نوجدها هي الفري فلو سبيد أيضا هاي يسوي لها adjustment البيس الموجودة عندك البيس هذه هنا نستخدمها
110 و120 نطرح من عندها اللين وجه واللاترال. هذا هنا اللين وجه، هذا أول فاكتور، والثاني شولدر كليرنس والنمبر اوف لين والانترتشينج، هذا دنسيتي، لأن كل مهم طرحها من البيس الموجودة عندك. إذا كانت 1110 أو 120 تطلع عندك الفري فلو سبيد. من طلعت هذه القيمة والفوليوم عندك تقدر تستخرج الدنسيتي، وتقدر مباشرة إذا استخرجت الدنسيتي راح يصير عندك ثلاث فاكتورات تدخل بها للفيجر أو للتيبل اللي حكينا بيه قبل شوية. فالأدجستمنت هذه هنا بحالة اللين ويت، هذا أول واحد. إذا 3.6 إذا صفر ما عندك مشكلة، بس إذا صار 3 راح يصير 10.6 ريدكشن بالفري فلو سبيد. تأثيره كلش هواي اللين ويت، يعني وصل إلى 10 ريدكشن. الحالة الثانية الشولدر، إذا أكثر من 1.8 أيضا كله صفر ما عندك مشكلة حسب الوان دايركشن. وإذا كان عندك صفر كلش قريب يصير السياج عندك راح يصير 5.8 بحالة 2، وإذا 5 راح يصير عندك 1.3. دائما من أقل عدد اللينات التأثير يصير أكثر. الحالة الثانية number of lane، إذا كان أكثر من 5 إذا ما عندك reduction لأنه الشارع كلش عريض، بس إذا صار بس 2 راح يصير عندك 7 reduction في التأثير يصير أعلى. هنا الأدجستمنت للإنترجين density، إذا عندك أقل من 0.3 كيلومتر في إنترتشينج في عندك صفر، بينما إذا 1.2 صار عندك إنترتشينج يصير 12 كلش تأثير ريدكشن بالفري فلو سبيد حالة إنترتشينج density. أيضا بعد ما استخرجنا الفري فلو سبيد والفوليوم مثل ما قلنا الفلو ريت عندك و الفري فلو سبيد عندك، تستخرج الدنسيتي قسمة حال قسمة الفوليوم على الدنسيتي، استخراج الفلو ريت عندك هنا ديترماين افرج سبيد اون دنسيتي عندك الفري فلو سبيد. فمباشرة تستخرج الدنسيتي، نستخرج الدنسيتي تقدر تروح للتيبل او للفيجر. هنا حالة ليفل اوف سيرفيس بالبيسك تقدر توجد A B C D اعتمادا على الدنسيتي. يعني إذا الدنسيتي مباشرة إذا عندك الدنسيتي من 0 إلى 7 مباشرة تقول عليه A، ومن 7 إلى 11 تكون B، ومن 11 إلى 16 كيلومتر باسنجر كيلومتر لكل لين، من 11 إلى 16 تقول عليه C، ومن 16 إلى 22 تكون عليه D، والإي من 22 إلى 28، وإذا صار أكثر من 28 راح للإف. فدائماً الدنسيتي يعتبر هو الفاكتور الرئيسي اللي قلنا نستخرجه من الفوليوم على السبيد. وهذا الفيجر نفسه هو الفيجر الموجود عندك، وهذا التيبل نفس الفكرة شلون ما قلنا قبل شوية شلون تستخرجه اعتماداً على الفري فلو سبيد والفلو ريت الموجود عندك والدنسيتي حسب الخانة الموجودة عندك اعتمادا على السبيد. اولا الكرايتيريا تعتبر السبيد الاول، والفلو ريت ايش قد عندك اعتمادا على الفلو. خلينا نفرض مثلا السرعه عندك الفري فلو سبيد طلعت عندك 100 والفلو ريت عندك 700، فمباشره عندك الاي. واذا كان عندك الفلو ريت مثلا 2300 فمباشره تقول عليه اي. وهكذا بالنسبه لباقي القيم، مجرد التعرف أنه قيمة جديدة عندك تدخل بها للتيبل. هذا نفسه قلنا هنا بعض الأمثلة. هنا استخدم الأدجستمنت فاكتور، هذا كالكوليت فري فلو سبيد. فعندك أوجد لي الفري فلو سبيد في الأربن فري واي سكشن. إذا عندك البيس هنا طبعا الوحدات هنا بالمايل بير أور، هذا المصدر ماخذين من عنده. فالنمبر اوف لين اذا كان عندك 3 بالوين دايركشن، واللين 11 فوت، واللاتيرال كليرنس 3 فوت، والانترتشينج دنسيتي 1.5 بير مايل. مباشره راح توجد كورليشن فاكتور من التيبلات. ف 70 عندك مايل، عندك الادجستمنت الاول اللين ويد 1.9، والشولدر لاتيرال كليرنس 1.2،
in the table, well, number of lane 3, well, adjustment للترجن density يطلع عندك 5. فمباشرة أوضها بالمعادلة عندك البيس 70 تطرح عندنا كليتين تطلع عندك 58.9. هو اللي رايده أحسب لي فقط الفري فلو سبيد. هذا المثال الأول يقول لك هاي نفس القيمة استخدمها. بالمثال الثاني استخدمها نفسها الفري فلو سبيد بالمثال هذا example 11.9 وعندك الفلو ريت 725 ومعطيك مباشرة باسنجر كار بير اور بير لين. أوجد لي أريد من عندك توجد لي density فمباشرة تقسم هاي القيمة على يعني 725 مع الفلوريد على 58.9 طلعت عندك density 12. أنت مباشرة تقدر ترجع للتيبل وتشوف ال 12 وين القيمة مالتها مع density يقول لك جيد level of surface اعتمادا على التيبل هذا. مباشرة نفس هذا التيبل كان هنا بين السبعة والداعشين لأنه بالكيلومتر فهنا كان عندك من السبعة إلى 12 طلعت عندك بي مالي مباشرة قال بين الداعش وال 18 بحالة هذا التيبل لأنه التيبل بالمايل بير أور فطلعت عندك بي. المثال اللي بعده يقول لك أنا عندي أوجدني السبيد والدنسيتي والليفل أوف سيرفيس لل distance section للفريوي هذا عندك أوجد لي level of surface. إذا حالت عندك الحجم الأور للفوليوم 3000 vehicle per hour والpeak hour factor 0.85 والtraffic composition راح يكون عندك التراك 12 regression 2 اللين متشكل 11 والpace free flow speed 70 والshoulder 6 والinterchange spacing 1 mile والدرايفر بوبليشن ادجستمنت فاكتور 1 واذا ما اعطاك انت تعرفه 1 او 0.85 حسب اذا كان ايربن او رولر. هذا هنا مباشره راح تيجي تستخرج الاف هيفي فيكل اعتمادا على الاي تراك والاي ار فطلعت عندك 0.94 وبعدها راح تسوي ادجستمنت للفري للفلو ريت الفوليوم ايش قد عندك قسم على البيك اور فاكتور في الـ N عندك مطقيها 3 والـ F population طقيها 1 والـ F heavy vehicle انت استخرج 2.94 راح يطلع عندك الـ flow rate 1251 يعني عندك 3000 هنا vehicle هنا مطقيها 3000 vehicle per hour vehicle per hour صار عندك 1000 و 251 passenger car هنا passenger car per hour per lane لأنه per lane للين الواحد. بعدين تستخرج الـ free flow speed اعتمادا على البيس عندك 70 وهي الفاكتورة تطلعها من التيبلات طلعت عندك 62.6. قال أنا عندي هنا density اللي هي مثل لي الفوليوم على السبيد طلعت عندي 19.9 من التيبل مباشرة من التيبل أو من الفيجر نفس الشيء من التيبل أو الفيجر يقول لك ممكن أن توجد الليفل أوف سيرفيس اعتمادا على الدنسيتي طلعت عندك ما بين 18 و 26 إذا تعتبر جيل عندك هي 19.9 يطلع سي. هكذا لبقية الأمثلة هنا إذا تريد توجد هذا المثال الأخ أيضا نفس الحالة ممكن انه تستخرجها لكل لين وتستخرج اذا عندك اعداد مختلفه للينات ممكن انه تستخرج لكل حاله دنسيتي وعلى قيمها ممكن انه تستخرج الليفل اوف سيرفيس. شكرا جزيلا.